السؤال قدامنا بيقول أربع مقاومات قيمتها 4 أوم و10 أوم و12 أوم و40 أوم وصلت معا بطريقة ما مع بطارية قوتها الدفع VB ومقاومتها الداخلية 1 أوم، فمرة في البطارية تيار شدته 1 أمبير ومرة في المقاومات 4 أوم و10 أوم تيار شدته 75% أمبير و8 من 10 أمبير على الترتيب. وضح بالرسم طريقة توصيل المقاومات والبطارية ثم احسب قيمة الـ VB اللي هي قوة الدفع الكهربائي. واضح كده من المسألة اللي قدامنا ان التيار الكلي بتاع البطارية اللي هو بتاع الدائرة كله بيساوي 1 أمبير، والتيار المقاومة 4 أوم والتيار المقاومة 10 مختلف، يبقى إذا ما ينفعش ان انا اوصل المقاومات كلها مع بعض على التوالي لان التيار هيختلف من مقاومة للتانية. كذلك برضو ما ينفعش ان انا اوصل المقاومات كلهم مع بعض على التوازي لان ساعتها هيكون مجموع التيارات اللي هو 75% و8 من 10 بالاضافه لتيارات المقاومات الثانيه اللي هي ال 40 وال 12 هيكون اكيد اكبر من 1 امبير بتاع التيار الكلي بتاع الدائره. يبقى هنا الحل احنا ممكن نقسم التيار ال 1 امبير ده نقسمه جزئين، جزء يمر في المقاومه 4 اوم اللي هو 75% زائد 25% يمر في المقاومه كمان مع التوازي، برضو كذلك نقسمه ثاني جزء اللي هو 8 من 10 هيمر في المقاومة 10 أوم بالإضافة لجزء 2 من 10 يمر في مقاومة تانية متصلة مع التوازي. طب حبينا إن احنا نرسم المقاومات بالشكل اللي موجود قدامنا ده. آدي المقاومة 4 أوم هيكون متوصل معاها على التوازي مقاومة R1 لسه عايزين نجيب قيمتها. كذلك المقاومة 10 أوم هيكون متوصل معاها على التوازي مقاومة تانية R2 برضو عايزين نجيب قيمتها، وفي النهاية هنوصل المجموعتين مع بعض على التوالي مع البطارية اللي احنا عايزين نجيب القوة الدفع بتاعتها اللي هي ولتكن ال VB والمقاومة الداخلية بتاعتها R small اللي هي من دهالنا بتساوي 1 بالشكل ده. التيار الكلي بتاعنا اللي هو 1 أمبير هيتجزأ على المقاومة 10 اللي هو يمر فيها 8 من 10 أمبير وتيار المقاومة R هيبقى 2 من 10 أمبير. التيار الكلي شدته I هيرجع تاني اللي هو بتساوي 1 أمبير هيتجزأ برضو تاني 75% أمبير في المقاومة 4 بالإضافة ل 25% أمبير في المقاومة R1. لو جينا مع بعض نبدأ الأول نجيب قيمة المقاومات R1 و R2. هنا عندنا أقوله بما أن فرق الجهد ثابت على التوازي يبقى معنى كده 75% أمبير في قيمة المقاومة 4 بتساوي 25% في قيمة الR1، يبقى المقاومة R1 هتساوي 12 أوم. بينما بالنسبة فرق الجهد برضو ثابت على التوازي في حالة المقاومة 10 والR2 يبقى نقدر نقول 8 من 10 في قيمة المقاومة 10 بتساوي 2 من 10 في قيمة المقاومة R2 اللي احنا عايزين نجيبها، تطلع الR2 بتساوي 40 أوم. يبقى احنا دلوقتي نقدر نشيل الR2 ونحط قيمتها 40 أوم ونشيل الR1 ونحط قيمتها 12 أوم، ونقدر نعيد رسم الدائرة تاني كمان بالنسبة لنا طبعا بعد ما نجرب الكلام ده في المسودة، نقدر نعيد رسم الدائرة تاني من أول وجديد ونحط المقاومتين اللي هو 40 وال12 مع ال10 وال4. نيجي مع بعض بالنسبة بعد ما شفنا طبعا طريقة التوصيل بتاعت الدائرة عايزين نجيب قيمة الـ VB اللي موجودة معانا. أول حاجة هنجيب الـ R equal للدائرة هتساوي عندنا 4 في 12 على 4 زائد 12 نجمع عليهم 10 في 40 على 10 زائد 40 كل دول مع بعض، يبقى نقدر نلاقي إن قيمة المقاومة المكافأة بتاعتنا هتساوي 11 أو. يبقى نقدر نقول دلوقتي بما ان ال VB اللي هي قوة الدفع بتساوي I في R equal للدائرة الخارجية زائد ال R small بالتعويض، يبقى ال VB بتساوي التيار عندنا الكلي اللي هو 1 أمبير مضروب في ال R equal اللي احنا طلعناه ب 11 أوم زائد ال R small عندنا اللي هي ب 1 أوم، يبقى ساعتها في الحالة دي ال VB تطلع ب 12 فولت.